ينضم إلينا الآن من الرياض المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي. أهلا بك معنا سيادة العقيد. بداية، هل من تفاصيل عما حدث الليل؟ أهلا وسهلا، صباح الخير وشكرا على كرم الاستضافة. طبعا احنا لاحظنا في خلال اليومين الماضية، يوم أمس كان هناك اعتراض ثلاث طائرات من طيار من قوات التحالف، في اليوم تم اعتراض طائرة في الأجواء اليمنية، تم اعتراض طائرة قبل قليل كانت تحاول استهداف العيال المدنية في خميس مشيط، كان هناك محاولة استهداف مدينة جازان بستة صواريخ باليستية، تمكنت لله الحمد قوات التحالف من اعتراض هذه الصواريخ الباليستية. الميليشيا الحوثية في محاولة للتضليل المتكرر لعناصرها ونظرا للسخط الشعبي والرفض من المجتمع اليمني، وتتبجح دائما بمحاولة أن يكون هناك انتصارات وهمية بينما الحقيقة والواقع تتكلم على الأرض. أعلنت الميليشيا في تضليل لمقاتليها وعناصرها الإرهابية أن هناك عملية شاملة كانت يوم أمس، كان هناك محاولة من هذه الميليشيات بالالتفاف ومهاجمة الجيش الوطني اليمني. تحالف دعم الشرعية في اليمن قام بعملية إسناد، نتيجة هذه العمليات والتي تبعد حوالي 40 كيلومتر في داخل محافظة صعدة وتبعد حوالي 30 إلى 40 كيلومتر من الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية، تكبدت الكثير من الخسائر في الأرواح، في المعدات، في طرق الإمدادات. نتيجة هذه الخسائر وكما أعلننا، تحاول الميليشيا الحوثية إطلاق العدد الأكبر من الصواريخ البالستية أو الطائرات دون طيار، وهذا اللي لاحظناه وشاهدناه في اليومين الماضيين. فقط لتوضيح عقيد المالكي، ما حدث الليلة هو محاولة إطلاق طائرة مسيرة فقط أم أن هناك إطلاق أيضا لأشياء أخرى؟ اليوم أو نحن نتكلم عن يوم الاثنين، كان هناك محاولة في صباح يوم الاثنين بعمل إرهابي باستخدام طائرة بدون طيار، تم اعتراض هذه الطائرة وتدميرها في الأجواء اليمنية. تقريبا قبل ساعة أعلننا عن اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار كانت تحاول استهداف العيال المدنية في خميس مشيط. نحن نتكلم عن الصواريخ البالستية التي أطلقتها الميليشيا الحوثية في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي والإنساني. ارتفاع عدد الصواريخ البالستية الطائرات دون طيار هو يعكس الخسائر الحقيقية والواقعية لهذه الميليشيات. خسائر الميليشيات في كتاف يوم أمس أو ما قبل أمس في عملية التي أعلنت الميليشيا الحوثية وكانت تحاول تزييف الحقائق في هذا الشأن، ارتفاع استخدام الطائرات دون طيار الصواريخ البالستية هو نتيجة لهذه الخسائر الكبيرة في العناصر الإرهابية وأيضا المعدات التي كانت تحاول الميليشيات الحوثية إيصالها إلى عناصرها الإرهابية. طيب، هل من معلومات عن الأهداف التي كانت تستهدفها هذه الطائرة؟ الطائرات التي يتم اعتراضها عادة تكون هي باتجاه المملكة العربية السعودية. التحالف لدينا قدرات متقدمة في اكتشاف انطلاق هذه الطائرات من طيار، هناك عمليات استخبارية مستمرة ولله الحمد، هناك العدد من الطائرات يتم اعتراضها في الأجواء اليمنية. الميليشيات عبر الإعلام تعلن مرة تلو الأخرى باستهدام مطار أبها الدولي، أيضا خميس مشيط، ولكن الحمد لله بالكفاءات الموجودة والقدرات القتالية لقوات التحالف يتم اعتراضها. يعني نتخذ كافة التدابير اللازمة العملياتية وأيضا قواعد الاشتباك، وهذه المحاولات فاشلة، والدليل أنه محاولة تكرار الميليشيات الحوثية لعمليات إرهابية هي محاولات ولن تنجح بإذن الله تعالى. وصلت هذه المعلومة، أشكرك شكرا جزيلا على العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم قوات التحالف العربي.